من النشاطات الثقافية أقامت مؤسسة سلطان بن علي العويسل الثقافية معرض 7+7 بمشاركة من فنانين من العراق ومن الإمارات، منهم الفنان فراس البصري اللي هو اليوم ضيفنا في الظهيرة. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. والحمد لله على السلامة. تسلمين. تقادم من كندا. أنا من كندا. من كندا. شلون كانت التجربة في هذا المعرض اللي ضم 7 فنانين عراقيين وأيضا 7 فنانين إماراتيين؟ بالحقيقة كانت تجربة جميلة جدا، مشكورة مؤسسة العويس استضافتنا مجموعة ونخبة من الفنانين العراقيين اللي لهم بصماتهم في الحركة التشكيلية العراقية. وكذلك بالنسبة للفنانين نقدر نذكرهم؟ معتصم الكبيسي عندنا، ناطق الألوسي، محمد فهمي، فرح يوسف. نعم. حقيقة أنا أسماء بس العراقيين عندنا. نعم. وأعمال جميلة جدا فعلا. مجموعة من كل واحد قدم. هاي أول مشاركة لك من هذا النوع؟ أنا أول مشاركة بالنسبة لي في الإمارات فعلا. مع هالنخبة الجميلة الرائعة من الفنانين الإماراتيين والعراقيين. في الغالب صار الاختيار أنه كل فنان يقدم ما بحدود 5 أعمال إلى 6 أعمال. المواضيع شلون كانت؟ كانت مفتوحة حقيقة، يعني كل فنان يقدم الأعمال اللي هو يختارها واللي يحسها هي قريبة إلى نفسه واللي يقدر يقدم بها شيء إلى الإمارات وإلى هذا المعرض المشترك. نعم. مواضيعي أنا بشكل عام وهذا الشغل اللي أنا أشتغل عليه هو الهم العراقي والموضوع العراقي بشكل عام. نعم. مسألة التراث حاضر. جانب من الجوانب اللي ما يعيش المواطن العراقي، المرأة العراقية، انتفاضة تشرين أيضا كانت حاضرة، صورها كانت في لوحة الهيبة. نتمر على الشاشة الآن مجموعة من اللوحات يا رب تعلقنا عليها. العمل الأول هو بالحقيقة ما يعني هذه الأعمال ما مشاركة ولكن هاي لمحة عن أعمالك عن أسلوبك. بلي. العمل الأول كان اسمه باسم الدين باغون الحرامية. كان في انتفاضات المظاهرات الأولى اللي ظهرت في بغداد. هذه أحد الأعمال اللي في معرض أقيمة في السويد. بورتريت زوجتي. تحياتنا. هذا العمل اللي هو باسم الدين باغون الحرامية من بداية المظاهرات الأولى في ساحة التحرير. جسد. هذا العمل اسمه لعب أطفال. نعم. عمل للمرأة اسمه شغب أنثى. نعم. هذا العمل اسمه تسمرت بحبك. مسألة جمالية. بس هذا حبي ألم لأنه يعني ماكو شيء بدون ألم. من العمل هذا عمل أيضا اسمه الوتر الأخير. الألوان بديعة عندك، يعني أنا يعني يعجبني الفنون التشكيلية بشكل عام، ولكن هنا الألوان شوف هاي اللوحة ما أجملها. هذا لا تمشي بسرعة مدى اللحق عليها خلاص مدى اللحق يشرح عليها الأستاذ. هذا ابني دان. الله يخليك. بورتريت أيضا. رسمت نفسك شي يوم؟ عندي عمل موجودة بالصور لا أعتقد موجودة حاليا، بس هذا من الأعمال اللي أحبها أيضا اسمه ما جاء لحق أنا يعني لو أيضا نعم المرأة هذا أيضا. هذه لعبة البليارد أيضا من أعمال المشاركة، أحد الأعمال المشاركة في معارض السويد أيضا. نعم. أم الخير حاليا هذا المعرض. هذه اللوحة اسمها لو أستطيع أن أطير. أيضا أم الورد. جميل. أحد الأعمال المشاركة أيضا. بانوراما عمل الآن نشاهد هذا الفيلم الخاص بالمعرض الأخير 7+7. هذه لوحة الهيبة بالفترة الأخيرة الانتفاضة والثوار المهداة. الهيبة حلوة. الهيبة هو المعنى أنه عادوا إن هيبة العراقيين. هيبة العراقي. نعم. عادوا إن وطنيتنا اللي افتقدناها كثيرا. صحيح. وطالبوا في أنه نريد وطن. صحيح.
عجبني يعني انت سبقتني بسؤال كنت حابه انه كنت اقول مدى صله الفنان مهما تغرب مهما راح، بس من تصير احداث قويه في بلده كبرى شلون هي ممكن هو يعني يرجع بجذوره ويرجع يعني ويعيش كل هاي الاحداث من خلال فنه. أكيد. وايضا انه تكون مواضيع للوحاته. صحيح. يعني مو دائما واحد ايضا يعني تراث حلو ايضا كنا نستمد من عنده وهو هذا الاصل، بس حلو الفنان من يكون مع تماس مع ناسه واهله بهذا الشكل مع المستجدات، لان احيانا بعض الفنانين يبتعد يعني عن يعني هو يكون في صومعته خلينا نقول او بين بين لكن انه تكون واضحه بهذا الشكل بلوحاته وانه هي تكون ماده دسمه وغنيه للوحاته هذا شيء حلو وما مستغرب حقيقه. اعتقد الوطن يستحق طبعا، واللي انعجن بهموم الوطن وحبه مستحيل مستحيل يتخلى عن هذا الجانب. ومن ضمنهم الفنانين، واعتقد الفنانين العراقيين كانوا دائما سباقين في طرح الموضوع الوطني. نعم. مو اليوم بس، مو فقط في هذه الانتفاضه، على مر التاريخ العراق السياسي اليوم الناس تظاهر امام نصب. بالضبط بالضبط، هذا اللي انا حبيت انه ابدي به سبقتيني. نصب لجواد سليم صار له كم سنه، نصب جواد سليم وكثير من الفنانين اللي فعلا وحده من لوحاتك شفت بها كانه فيها شيء من هذا النصب. هو 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 ساحه التحرير اللي اي هو هذا اللوحه اللي قلت لك باسم الدين باقون الحراميه هي عباره عن الشعار اللي رفعوه متظاهري التحرير بالذات. نعم نعم، هواي شعارات من ضمنها كان هذا الشعار. بالضبط بالضبط. نرجع على اللوحات تعلقنا عليها هذه احدى اللوحات من مجموعه كانت عرضت في احدى المعارض اسمها البار، علاقه بين اثنين في احدى المراقص. تفاصيل الانثى اكثر من تفاصيل الرجل. في يعني ماكو اجمل من الانثى. طبعًا. واعتقد اغلب الفنانين يبدون طبعا يبدون في الأنثى. هذه اللوحه اللي هي باسم الدين باقون الحراميه تظاهره وساحه التحرير تحت النصب التحرير لجواد سليم. نعم. وهذه الشعار الاساس اللي رفع سميت اللوحه باسمها. حضرتك مهاجر من العراق منذ فتره طويله. انا من مستقر في 78 78 يعني. صحيح صحيح. بس مني واحد يشوف هاي اللوحات ومن كلامك يحس هاي مجرد رقم يعني بدون شك. انا ما اعتقد انه الغربه تبعد، ممكن تغير بينا اشياء بس ممكن يعني ممكن في 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 أشياء في أخرى. في اسلوب الحياه. نعم، في طبعًا. المجتمع اللي عيشه في كثير من المفاهيم بدون شك. بس الوطن يبقى عايش بينا، واعتقد طبعًا. كل المغتربين يحملون صحيح. الوطن امانه. صحيح، دائما هم في ما ممكن انه يتخلون على هذه الخصال الوطنيه طبعًا. اللي تتربوا وياهم ونابعه هذه من صحيح. من العمق الاساس اللي نعم. لكل عراقي يعني. في كندا انت حضرتك واحد من احد المؤسسين هناك اتحاد عندكم الفنانين او صحيح مؤسسه فنيه خاصه بالرسامين او فنان تشكيل. لا هي في البدايه كان هذا مشروع الاتحاد الفنانين العراقيين الكنديين. نعم. واسس بالحقيقه كان المشروع انه يجمع مو بس التشكيليين وانما اغلب الفنانين العراقيين الموجودين في تحت مظلة الفن يعني رسام رسام ممثل مطرب بالضبط لأنه حاليا أعتقد أنه محمد الجوراني هو ممثل وإعلامي هسه حاليا. نعم. هو الرئيس لهذه لهذا الاتحاد ويجمع الموسيقيين فنانين من كل الاصناف يعني في الاتحاد. نعم. انا كنت واحد من المؤسسين من اللي ارسينا لهذا، شويه ابتعدت عنا لشغلات كثيره. نعم. يعني بس لا زال يعني بالمناسبه احكي عن التشكيليين اذا نعم. تحبين بالفتره الاخيره بالسنوات الاخيره وصلت الى كندا اعداد جميله جدا. نعم. وراقيه فعلا من الفنانين التشكيليين العراقيين. التحق بكم محمود فهمي، اخو محمد فهمي. محمود فهمي عندنا. عندنا وائل المرعب. عندنا هيثم حسن. عندنا يعني صار هناك جنابي. يعني عدد لا باس به من الفنانين التشكيليين محظوظه كندا. يعني هذه اللي انا جاي احكي لك اياها فقط في تورنتو اللي هي طبعًا. كندا كبيره يعني والفنانين يتوزعون في كمان. بس
فنانين جميلين جدا. شكل انه واحد سوى واحد للاخر. على ما يبدو. لا احنا محظوظين يعني، محظوظين فعلا في انه يكون هذا التجمع الكبير من الفنانين في مكان واحد، ممكن انه يقيمون نشاطات مشتركة، وفعلا صارت أكثر من معرض وأكثر من نشاط. جميل. وفي الغالب في كندا هي بلد جاليات. نعم. فكل ما قويتي الجانب الثقافي والفني للجالية كل ما برزتي أكثر وأظهرتي. هم ناس يقدرون هذا الشيء بدون شك. نعم. وهذا اللي العمل جاي يجري عليه. فأنتوا وجه العراق هناك يعني. هذا اللي جاي يصير، ونتمنى أنه نقدر نمثله بالشكل الصح هذا البلد العربي. تتكلم عن تجربتك بالسويد بكثير من السعادة. صحيح، أنا بالحقيقة البلد اللي حبيته أكثر، واللي بديت مشواري إنه أطلع أعرض أعمالي بشكل خاص. بعد أنا مو رسام بالحقيقة، نحات. أنا نحات جايتك. بس المعارض اللي قمتها في الغالب أكثر شيء يعني أقدر أقول كلها تقريبا هي بس للرسم. فأول معارض اللي قمتها خارج كندا يعني قمتها في السويد، وتكررت التجربة أكثر من سنة وأكثر من معرض صار. تقريبا سويت 3 معارض في السويد. وفعلا كان صدى إلها جميل وترحاب جميل، أسعدني كثير، وبنفس الوقت شدني إلى أنه أنا أستمر في عملية الرسم. تستمر. يعني بعد ماكو رجعة للنحت إذا كانت. ففعلا يعني السويد بالنسبه طيب لي. طيب انت نحات، انت اساسا نحات. انا نحات. طيب النحت اين من الرسم؟ الرسم شقيت طريقك يعني، بس النحت تعرفين ال 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 انا خلصت نحت في معهد الفنون الجميله. نعم. كان استاذي تكميران السعدي. وبعدين كملت في اوكرانيا على اساتذه كبار. نعم. من جيت الى كندا النحت شويه يراد له امكانيه كبيره. مكلف، وبنفس الوقت يحتاج الى مكان تنفيذه يكون ايضا هم يعني يحتاج الى فضاء يعني فضاء اكثر ومنحت. فاللي كنت اسويه في البدايات كنت ارسم المنحوته. نعم. يعني الاسكيز نفسه احاول انه اجسده حتى لا انساه، حتى لا افقده. نعم. بعدين شفت، وهذه بالمناسبه في معرض 7+7 ناطق الألوسي ومعتصم الكبيسي كانت عندهم لوحات لمنحوتاتهم. معتصم الكبيسي كان ضيفي لأكثر من مرة. أكيد. وبعدها متمسك بالمرأة البدينة وال هي الفقر البدين، بس يعطيه هذه الكتلة. لا بديع بديع معتصم. إيه؟ جميلة جميلة. يعني محمد فهمي أيضا كان ضيفنا بالظهيرة. جميل. يعني لا احنا التشكيلين حاضرين بقوة بالظهيرة. التشكيليين العراقيين طبعا مدعات فخر. والله مدعات فخر. القصد انه يعني حتى في هذا المعرض كان حاضر الرسم، التمازج بين الرسم والنحت. فمن بديت ارسم شفت الاعمال يعني ارسم منحوتاتي، وكان خاصه بالبدايات ظاهره الكتله لانه يعني بعدني انا نحات يعني. فكنت انحت في اللون، بعدين حاولت انه اطوع اللون من اجل خلق جماليات اكثر في اللوحه. الى ان وصلت الى هذه المرحله من الاسلوب اللي بالحقيقه قدرت انه اعبر عن كثير من المواضيع اللي تشغلني. لكن يبقى مشروع النحت قائم لو توفرت فيه؟ بدون شك. النحت ما تدري. طب حتى اشياء بسيطه ممكن انت تسوي بالبيت تسوي؟ ممكن يعني في الغالب بسيط. في الغالب ارسمها، في الغالب حاليا ارسمها ما انحتها يعني ما صارت عندي. طب لو قدر لك لو توفرت بدون شك فشنو اللي ببالك؟ يعني خلى انه تبدي بيك تقدم نفسك كنحات. انا في انت عندك مشروع سابق يعني. أنا عندي عندك أكيد مشروع أكيد واحد يعني. بس لا عندي مشاريع كثيره كانت يعني، بس هذه في فتره الدراسيه. نعم. في الفتره الدراسيه احنا كثير من الاعمال وكثير من المعارض شاركنا بها. نعم. وانا ما كنت رسام. طب اي فتره اللي كان منو وياك يعني من جيلك في اوكرانيا؟ انا ما كان معي. في العراق. في العراق اقدر اقول لك عندنا ناظم الجبوري في لندن، احد النحاتين. ناجحه في السيراميك. الله يرحمه عبد الرحيم علي، احد النحاتين البارزين في فترات هم هذول الدوره. نعم. الاساس سامي الديك احد النحاتين حاليا في النمسا. نعم. يعني هاي المجموعه اللي كنا احنا
عندنا الاستاذ حاليا عبد الحميد، اعتقد في معهد الفنون الجميله، بس من السنوات اللي بعدنا. نعم. بس هذه هي الفتره اللي المجموعة. كانت المجموعه. نعم. اللي كنا احنا دائما سوا. فاذا نجي انه اللي ببالك فيما لو توفر كل شيء، ف اكيد شنو اللي ببالك؟ يعني اكيد هي في افكار النحت هو اللي يجرد، هو اللي يمسك الموضوع. ام اللحظه هي بوقتها تحدد؟ أنا مو من الناس اللي يعني في الغالب بالرسم أحضر للوحة أكثر من إسكيز، بس بالنحت هي تجي، الكتلة هي تفرض حالها. نعم. فأكيد أكو مواضيع كثيرة واحد يقدر يتناولها في كمنحوتات، وهذا اللي البلان المستقبلي راح يكون بدون شك. نعم. عودة للنحت. إحنا نتمنى إنه هذه التجربة الأولى نتمنى أنه تتكرر، وأني على يقين أنه أعجبك كل شيء، كل التفاصيل أعجبتك. وإحنا سعداء وجود نخوة من الفنانين التشكيليين العراقيين الحاضرين في الإمارات، دائما يشاركون في هكذا نشاطات. يعني مثل ما يقولون بالعامين بيضين وجوهنا، ولهم سمعة ولهم جمهور ولهم مشترين طبعا. صحيح. فإحنا سعداء أنه تنضم لهم، وإن شاء الله نشوفك في نشاطات أخرى. شكرا جزيلا. ونحملك سلام لكل الفنانين الموجودين في كندا. يصل أكيد. وشكرا جزيلا، نورتنا اليوم في الظهيرة. شكرا جزيلا. وشكرا للشرقية على هذه الاستضافة. شكرا. إن شاء الله تتكرر. تسلميني.